أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الرسم الهندسي باستخدام الحاسب، وهو الدرس الخامس، حيث يتم من خلال هذا الدرس اليوم التعرف على أمر ريفولف، وهو أمر تدوير عناصر الدورانية أو لإنشاء العناصر الدورانية، وهو أمر من الأوامر الأربعة، من أوامر الرسم الأربعة الثانوية الموجودة في برنامج الأوتوكاد. سوف ننتقل الآن إلى برنامج الأوتوكاد لاختيار قالب جديد من نيو، واختيار أكاد أيدو 3D موجود عندي. بداية الأمر احنا راح نتعرف عن أمر ريفولف. طبعا أمر ريفولف هو موجود ضمن الأوامر الأربعة الثانوية اللي ذكرنا عليها، هو الأمر الثالث لإنشاء الأجسام الدورانية. طبعا بتطلب مني أنا إنشاء جسم ثلاثي الأبعاد. طبعا بيطلب مني محور وعنصر. طبعا ملاحظين رقم واحد هو عنصر، ورقم اثنين هو المحور الدوراني. نحن نرسم نحن شكل حر، لا على التعيين، بس لشرح أمر الريفولف أو التعرف أكثر على أمر الريفولف الموجود عندي. على سبيل المثال إذا قمنا برسم، طبعا ملاحظين جسم حر معين بأي شكل من الأشكال، هذا الجسم الموجود عندي أنا مثل ما ملاحظين على الشاشة رسم بشكل حر بالبولي لاين. إذا تم استخدام أمر ريفولف مثل ما ذكرنا سابقا ومدرسنا السابقة، هالأوامر الأربعة هو أنا ما بإمكاني نفذها إلا من خلال إنشاء رسم ثنائي البعد مسبقا حتى أقدر نفذ هالأمر. الأمر ريفولف هو كإنشاء، إذا استخدمت أنا أمر ريفولف بداية الحوار بيطلب مني سيلكت أوبجكت كتحديد عنصر. إذا حددت العنصر الموجود عندي بالضغط على زر انتر بينتقل لي لحوار ثاني، وهو اختيار محور الدوران كنقطة بداية له. طبعا اكسس هو محور، ستارت بوينت، تمام، ستارت بوينت هي نقطة بداية المحور اللي هو بده يقوم بعملية التدوير. هلا رح ناخذ هالمحور على سبيل المثال، انا حطيت له نقطة البداية هي، بينتقل لي لحوار ثاني هو سبيسي اكسس اند بوينت نهاية نقطة المحور، راح اختار له هالنقطة هي. مثل ما ملاحظين قام مباشرة بعملية تدوير الجسم. هلا بنتقل للعنصر للحوار اللي بعده، وهو انجل، وهي الزاوية. طبعا بيعطيني الخيار الانجل هي ادخال الزاوية بدي اياها انا، فيني انا ادخل الزاوية 90 برسم لي ربع مقطع، فيني انا اخذ 180 كنصف، 270 بامكانه انا اخذ الزاوية 270 فبقوم برسم 3 ارباع الشكل. طبعا هي الاشكال انا ممكن اخذها او ارسمها كاشكال اضاحية موجودة عندي بالشكل المطلوب والموجود عندي. طبعا رح نحكي شوي عن خيارات الامر الموجودة عندي لهذا الامر. طبعا هلا هون انا ادخل، فيني ادخل اي قيمه زاويه وبالتالي بيتم الرسم. راح نضغط خروج الرسم الموجود عندي، راح نشوف احنا اذا ردينا اخذنا امر ريفولف وبنفس خيارات الحوار وقال لي حدد عنصر، قلت له هاد انتر، راح اقوم انا بس بتدوير الشكل حتى ايضاح الرسم اكثر، وقال لي استخدم لي المحور بداية النقطة هاي والنقطة الثانية أو نهاية النقطة هي. لاحظوا الشكل اللي حصلت عليه أنا كيف قام بعملية تدويره مثل ما ملاحظين على شكل صحن أو أي قطعة ومجسم هندسي. إذا نحن لاحظنا اختلاف بين هذا الشكل الموجود عندي وبين الشكل الآخر اللي كان قبل شوي سابقا، مع العلم أن الشكل المرسوم الموجود عندي هو الشكل نفسه ذاته، ولكن اختلف عندي أنه محور الدوران. طبعا أنا على سبيل المثال أنا إذا اخترت أنا خط بمسافة معينة، بعدت عن الشكل رسمت خط بمسافة معينة وفرضنا فرضية هو هذا هو محور الدوران الموجود عندي، إذا قمت باستخدام أمر ريفولف أنا تحديد الشكل
انتر، ومن ثم اخترت له بداية نقطة المحور هنا ونهايته هون. لاحظوا الشكل اللي انا حيقوم برسمه، شكل المقطع تبعيته. اذا كتبت له زاوية 360 هو حيرسم لي نفس الشكل السابق ولكن مسقوب من الداخل، اي ان كل ما انا بعدت بالمحور عن الشكل الموجود عندي كل ما هو كبر القطر. يعني بمعنى اخر، انا المحور البرسمه الموجود عندي ضمن الشكل موجود، هالمحور هو المسافة من أقرب نقطة إلى الشكل إلى المحور هي نصف قطر الثقب الموجود عندي ضمن الشكل المطلوب. طبعا رح نتحدث هلأ عن الخيارات الموجودة عندي. إحنا حكينا بالطريقة الأولى هي كطريقة العادية. طبعا أنا ممكن أحتاج لخيارات أخرى رح نشرحها بإيجاز بسيط. طبعا أنا بعد اختيار العنصر لما عم يطلب هو أنا مني select object، طبعا بأمر استخدام أمر resolve select object قبل اختيار العنصر عفوا وليس بعد اختيار العنصر. مثل ما أنا قبل اختيار العنصر كselect object في عندي خيار أنا المود. خيار المود هو أنا بختار M الموجود عندي MO للرسم Enter. طبعا هلا هون هو بساعدني هذا الخيار انا في تحديد طبيعه ناتج الامر ان كان جسم صلب او سطح. طبعا مثل ما ذكرنا بامكاني انا عن طريق كتابه ام او لاختيار. طبعا هون لاحظوا هو عم يطلب مني انا كلوزد بروفايل طبعا، وعندي انا الخيارات خيارات الامر هو سوليد سيرفيس. طبعا مثل ما حكينا هو لتحديد السطح كناتج للأمر. فرضا أنا على سبيل المثال اخترت سيرفيس هو كسطح باختيار سي مع يو. طبعا السي كحرف مع اليو الرابط المشترك لإله الحرف الموجود عندي، لأنه هون عندي كمان أيضا سوليد هي بداية سي حرف الاس ولكن هون يضاف إلى او سي او، انما هنا هون سي مع يو. سي مع يو لسيرفيس انتر بيقول لي حدد العنصر، انا اقوم بتحديد العنصر انتر. انتقل لي للحوار الثاني اللي هو احنا عندنا الحوار الطبيعي اللي هو اكسس ستار بوينت وهي بدايه نقطه المحور. طبعا انا فيني انا احدد له محور ولكن عندي يوجد خيارات، احنا عم نشرح الخيارات الموجوده عندي. طبعا انا هون فيني انا دور او المحور اللي حيكون عندي هو اما بالنسبه لاكس او واي او زد. طبعا انا على سبيل المثال اذا اخترت له بالنسبه لاكس كتبت له اكس انت مباشره، لاحظوا انا بخياراتي اللي اخذتها انا ولو انا راسم كالشكل انا بالبولي لاين تمام، هلا هون بخيارات الريفول ولو انا راسم الشكل كبولي لاين ولكن انا طلبت منه من ضمن الخيارات المود اني انا ارسمه كسطوح تمام. لما اخترت له سيرفيس تمام وهي كسطح ما اخترت له السوليد الخيارات الموجوده فاخذ لي انا كسطوح. هلا هون بيعطيني عده خيارات، اما عند كتابه الزاويه بقول له 360 برسم لي الشكل المغلق بقول له 180 برسم لي نصف شكل. طبعا عندي انا هون خيارات. طبعا خيارات هي خيار الاول هو ستارت انجل، طبعا هو تحديد زاوية بدء التدوير، يعني ممكن أنا بدي إياه يبدأ من زاوية كذا إلى زاوية كذا. الخيار الثاني ريفريز هو عكس جهة التدوير موجودة عندي. أنا ممكن أنا لما بضغط 180 حكينا دوما هو التدوير عندي عكس عقارب الساعة، فأنا ممكن أنا عكس عقارب الساعة ما بتلبي لحاجتي، يعني أنا بدي إياها مثل ما ملاحظين هلا هون على سبيل المثال لما بختار له زاوية 90 حيرسم لي إياها هيك مثل ما ملاحظين زاوية 90 هيك 180 هيك، فأنا ممكن أنا بدي زاوية 90 لفوق للأعلى. لاحظوا بمؤشر الماوس لا يمكن تبديله، وإنما لما أنا بختار الخيار ريفريس وهو عكس جهة التدوير. طبعا الخيار الثالث هو لإدخال صيغة حسابية ترتبط بزاوية التدوير مع بقية أبعاد عناصر المقطع، ومن ثم بيتم تنفيذ رسم الجسم المطلوب. رح نقوم بإزالة الخطوط المرسومة ورح ننتقل الآن لتمريننا الموجود هو التمرين الخامس
الموجود على الرسم على الشاشة. التمرين الخامس الموجود عندي هو المطلوب إنشاء جسم ثلاثي الأبعاد من خلال الرسم المطلوب. لاحظوا الرسم الموجود عندي أنا، الأبعاد الموجودة. طبعا هذا الرسم هو قطعة ميكانيكية، بقوم برسم الطالب الاختصاصات الميكانيك اللحام واختصاصات الميكانيكية، طبعا ما عدا اختصاصات التبريد والتدفئة، بقوم برسم ضمن منهاج الرسم اليدوي. يعني هو الطالب أنشأ خلال العام كرسم يدوي. هون احنا كتطبيق عملي ورسم باستخدام الحاسب، حيقوم برسمه على الحاسوب لمطابقة المعلومات النظرية مع عملية. طبعا أنا بقوم بحساب الأبعاد الموجودة عندي على الشكل مثل ما ملاحظين. هلأ إذا بعمليات حسابية، إذا قمنا بحساب الأبعاد، يعني مثلا عندي أنا البعد الكلي هون 98، شلنا منه 70 فحيبقى عندي 28، حيكون عندي 14 يمينا و14 يسارا. الارتفاع الكلي عندي 126، بحذف 26 حيبقى 100، بحذف 92 حيبقى 8 طبعا. ولكن أنا لاحظوا البعد هون عندي موجود أنا بنهاية التقوس اللي هو 5، طبعا 8 و5 حيكون عندي البعد الكلي لهون ما عدا الحافة، بدون كسر الحافة هو 13، البعد الآخر هو 14. البعد هذا أو الخط هذا حيكون عندي هو 126 مع حذف 3، هو ارتفاع المسافة حيكون عندي 123. المسافة هي 52 من 35 الموجودة عندي، طبعا حيكون المسافة عندي هي 17 بالقسمة على 2 8.5 8.5، هي معطى بعدة 26. بننتبه انه هون بالنسبة للطالب انه عندي انا دخول وليس بس R2 تقوس، وانما هو دخول، انه عاطيني البعد انا هون 46، عندي البعد الكلي هو 52. 52 مطروحة منا 46، فحيكون الناتج عندي 6، اي 3 ب 3 موجود عندي. فهذا البعد، اذا المسافة الموجودة عندي 3. طبعا انا لانشاء الاجزاء الدورانية مثل ما لاحظتوا انا بقوم بعملية رسم مقطع الجسم، بقوم بعملية قطع للجسم، فبكفي اني ارسم انا مقطع نصفي ايمن او مقطع نصفي ايسر. طبعا تمارين موجودة بالكتاب جدا مبسطة ومسهلة، كون تمارين تدريبية للطالب، فهو خلال التمرين هذا الموجود عندي قائم بعملية رسم الشكل مقطوع قطع نصفي ايمن، فمسهل علينا كثير. فانا بقوم بعملية رسم والطالب بقوم بعملية تنفيذ هالشكل هالمهشر الموجود عندي مع رسم المحور الموجود عندي. طبعا المحور هو موجود فيه ثقب، هالثقب قطره 35 نصفه 17.5 الموجود عندي، اي بعد المحور عن الشكل مسافة 17.5. رح نبدأ بداية برسم الشكل الموجود عندي. طبعا ملاحظوا عندي الشكل انا هون في خط مائل، هذا الخط المائل دوما اللي احنا ننصح ابنائنا الطلبة ببداية رسم هذا الشكل من بداية احد اطرافه. يعني انا لما ببدأ من احد اطرافه على سبيل المثال هذا الطرف، وبدأت بالرسم بهذا الاتجاه الى الاعلى ثم الى الاسفل، قم بعملية وصل. او اذا بدأت من الاعلى ايضا بعملية التفاف، قم بعملية وصل، بسهل علي كثير انا عملية رسم هذا الخط الموجود عندي. اذا دوما لما يكون عندي انا خط مائل ننصح الافضل والاحسن خلينا نقول الايسر بالعمل هو رسم البداية من احد اطرافه. رح ننتقل لبرنامج الاوتوكاد، بنعود لبرنامج الاوتوكاد للرسم موجود عندي. طبعا رح ناخذ بولي لاين 0.0، رح نبدا احنا مثل ما ذكرنا بالنقطه العلويه للتنوير. رح نبدا من هذه النقطه ونقوم بعمليه رسم هالشكل لنوصل لهون بعمليه وصل. اذا رح نبدا من هذه النقطه كمسافه الى اليمين 14 موجوده عندي، مسافه الى اليمين 14، ومن ثم الى الاسفل موجود عندي 13، يسارا ايضا 14، الى الاعلى 3، الى اليسار 17.5، الارتفاع الموجود عندي 123، المسافة العلوية هي 8.5، الشكل
موجود عندي أو الخط إلى الأسفل مسافة 26، ومن ثم إلى اليسار مسافة 3. هي اللي كنا نحن عم نحكي عليها سابقا، ذكرناها أنه هون عندي أنا مسافة 3. مثل ما ملاحظين أنا فيني قوم بعملية إغلاق للشكل الموجود والضغط على زر اسكيب من البرنامج للخروج من البرنامج. طبعا هلا أنا عندي كسر حواف، مكسور حواف هذا الشكل بفيلت الموجودة عندي R5. طبعا باختيار فيلت وبداية الأمر لما بيطلب إن هو select fixed object العنصر الأول الموجود عندي. طبعا أنا بختار لتغيير نصف القطر وهي radius من radius، وهي من خيارات نصف القطر radius موجود عندي. طبعا الخيار الافتراضي اللي بيكون عندي ممكن يكون عندي 0 أو 1 حسب الاختيار الافتراضي. طبعا عندي أنا هون إذا بالعودة إلى الشكل لاحظوا عندي موجود أنا عندي هون R5 كلفة خارجية، وهون R5 كلفة أيضا، وهون عندي R2 أيضا، وهذا الشكل هو مكسور بنصف قطر 2. فرح نقوم بعملية كسر الحواف. رح بداية عن نبدأ بالخمسة بنصف قطر 5 انتر. طبعا هي الحافة الخارجية بين هي وهي مثل ما ملاحظين، بالضغط على زر انتر ايضا ما ذكرنا في الدروس السابقة. بياخذ لي نفس الامر، خيار الافتراضي هو صار 5 موجود عندي، هي بين هذا الخط وايضا هذا الخط. قام بعملية كسر الحواف، راح نخفي لكم جملة المحاور حتى تشوفوا كيف تم عملية لف الشكل. طبعا انا فيني اضغط انتر، فيني انا اضغط انتر هون، اكيد لا لانه انا اخترت مثل ما ملاحظين لجملة المحاور انا اخترت امر جديد وهو هايد اخفاء جملة المحاور الموجودة عندي. هلا لما بدي ارجع انا لاستخدم امر ريفولد بدي اضطر استخدم امر فيليت، عفوا امر جديد كفيليت، استخدم امر فيليت. طبعا الفيليت الموجود عندي هو بتنصف قطر 2، فانا بختار ار انتر موجود عندي وهي 2 انتر. طبعا بنكبر الشكل لمساعدة الطالب الموجود عندي، هو الضغط بين هذا الخط وهذا الخط، قام بعملية اللف. هلا بضغط انتر ايضا، بختار امل فيليت هو بين هذا الخط وهذا الخط مثل ما ملاحظين موجود عندي. انا دوما بختار برلل كمنظور متوازي موجود عندي. هلا انا هون بدي اقوم بعملية رسم محور الدوران. مثل ما ذكرنا سابقا محور الدوران الموجود عندي هو نصف قطر المسافة الموجودة هي 35، هي بعد عنا اذا ايضا ما تم منتصفها هي قديش ك 17.5. حنقوم برسم خط عادي او بولي لاين، وليس بالضروره خط او بولي لاين، ما بتفرق عندي. انا اخذت لاين اللي فرست بوينت، انا اخذت هي النقطه تفعيل التعامد حصرا. بعد عنا الخط الشكل 17.5، ومن ثم انا برسم خط بطول لا على التعيين، انا عم برسم محور كرسم خط. هو المحور هذا بس حتى يقوم بعملية تدوير الشكل المطلوب عندي. طبعا هذا الخط انا ما في داعي له كمحور دوران، فيني خليه فيني احذفه على سبيل المثال، رح اقوم بحذف هذا الخط. رح نستخدم امر ريفولف. طبعا امر ريفولف بيطلب مني select object، حددت له العنصر انتر. رح يطلب مني انا محور الدوران كبداية نقطة ونهاية نقطة، رسم لي الشكل، بيطلب مني زاوية دوران مثل ما ذكرنا عندي هون. أنا بشكل زاوية دوران هي 360 درجة انتر، بقوم بعملية رسم الشكل. مثل ما ملاحظين أبناء الطلبة أنا الشكل الموجود عندي قمت بتنفيذه برسمه بالحواف المكسورة المطلوبة الموجودة عندي. طبعا هذا الرسم هو رسم صحيح وإنجاز صحيح للشكل. يقوم الطالب بخلال الامتحان ممكن بتدويره، حتى وإن لم يقم بعملية التدوير فهو رسم صحيح 100%.
الآن رح ننتقل للتمرين الموجود معنا، هو التمرين الاختباري السادس. التمرين الاختباري السادس طبعا هو أيضا يستخدم أمر ريفولف موجود عندي مثل ما ملاحظين على الشاشة، بيستخدم أمر ريفولف لتنفيذ هالشكل الدوراني أو هالشكل الأسطواني الموجود عندي، وهي بكرة. أعطيني أبعادها لهالبكرة الموجودة عندي. طبعا رح نقوم نحن بشرح هالأبعاد الموجودة عندي. مثل ما ملاحظين أعطيني معظم الأبعاد، ليس بقي لدي إلا عمليات حسابية بسيطة جدا لرسم الشكل. أعطيني الطول الكلي أو الارتفاع الكلي 50، ارتفاع من جهة اليمين 30، ارتفاع البكرة. أعطيني المسافة، مسافة العصب هي 10 موجودة عندي أو السماكة. أيضا أعطيني قطر جزرة البكرة هي 60، أعطيني المسافة من هنا لهنا 120، فإذا قمت بعملية حسابية هي 120 ناقص 60 فبتكون المسافة هي 60، بتقسمي على 2 فحتكون عندي أنا 30 يمينا و 30 يسارا. طبعا البعد الكلي أو القطر الكلي هو 150، 150 بحسابية بطرح 120 موجودة عندي، المسافة حيكون عندي 30. طبعا 30 هي حتكون عندي مقسمة إلى 2، هي 15 إلى اليمين و 15 إلى اليسار. إذن 60 أيضا قطر جزرة البكرة. عندي الثقب أعطيني بعده 40 موجود عندي. 60 ناقص 40 حيبقى 20، فهي المسافة 10 من هون 10 من هون. إذا أنا مثل ما ذكرنا سابقا أني أنا لما بدي استخدم أمر ريفولف لازم أقوم بعملية رسم الشكل المطلوب عندي، أي أنا شكل رسم مقطع هذا الشكل. هون عندي أنا عملية قطع كامل للشكل المطلوب، وبالتالي أنا بيكتفي برسم جزء، إما الجزء اليميني أو الجزء اليساري الموجود عندي، هو الجزء المهشر فقط. طبعا هالجزئين موجودات عندي هن لحواف البكرة، أنا ما أقوم بعملية رسمهم أبدا، إنما برسم بس فقط هو هل يعني نوعا ما خلينا نسميه حرف القطش الموجود عندي ضمن الشكل، وهو الشكل المهشر فقط مع رسم محور الدوران. طبعا أنا مثلا حأبدأ مثلا بهذه النقطة على سبيل المثال، هي النقطة ارتفاع خط لفوق 50 حيكون عندي 10، طبعا حيكون عندي ارتفاع هذه النقطة 30 من هنا إلى الأعلى. كحساب موجود عندي هي المسافة 10 × 10 = 20، من أصل 50 طلع عندي 30، نجي 30 للأعلى 10، للأعلى 10 موجود عندي، ومن ثم 15، ومن ثم إلى الأسفل 30، ومن ثم 15 إلى الأعلى ارتفاع 10 30 10 ومن ثم 10. طبعا رح ننتقل لبرنامج الأوتوكاد الموجود عندنا. طبعا رح نختار قالب جديد لرسم الشكل الموجود عندي، كاد ايزو 3D، وبنمط عرض كمنظور متوازي بارلل كموجود عندي. هنختار البولي لاين لرسم الشكل. بداية النقطة هي 0.0، انتر، فعل التعامد الموجود عندي. للأعلى ذكرنا 50 موجود عندي كخط، إلى اليمين 10، إلى الأسفل موجودة عندي 30. راح نحاول أخفي أنا الشبكة لإيضاح الشكل. الأسفل موجودة عندي 30، أنت إلى اليسار عفوا إلى اليمين أيضا 30، للأعلى 10. طبعا الشبكة هي للإيضاح للمساعدة بس، مو أكتر من هيك. استخدام الشبكة مثل ما معروف من هذا 11 فينا نستخدمها لما بختار مع خيار الوثب سناب، لما أو الوثب هو أو القفز. طبعا بصير بنتقل من نقطة إلى نقطة، وصير عندي مثل لوحة ملمترية. بالعودة إلى الرسم عندي هون البعد 15، إلى الأسفل 30، ومن ثم يسارا 15، إلى الأعلى 10، يسارا 30، إلى الأسفل 10، ومن ثم
إغلاق الشكل الموجود عندي والضغط على زر اسكيب خروج من البرنامج. مثل ما ملاحظين أنا أرتسم الشكل الموجود عندي. هقوم برسم المحور. طبعا المحور ذكرنا الثقب عندي موجود أنا 40، فالمحور يبعد عن الشكل مسافة 20، يبعد مقدار 20 عن الشكل المطلوب. باستخدام أمر لاين أو بولي لاين بأخذ من الزاوية هاي مسافة 20، ومن ثم بطول إلى الأسفل طول عشوائي لأعلى التعيين، بيكون أنا عندي رسم لي هالشكل المطلوب. طبعا أنا هبدأ بأخذ ريفولف لتدوير الجسم. بيطلب مني أنا الخيار الافتراضي هو Select Object، اختر له الأوبجكت العنصر بالضغط على زر انتر، بكون انتقل للحوار الثاني هو اختيار محور الدوران او النقطة الاولى من محور الدوران، اختار له النقطة الاولى من محور الدوران ومن ثم النقطة الثانية من محور الدوران. طبعا بس كملاحظة احنا ذكرناها اني انا سابقا انا الاشكال الشكل الموجود عندي كما ملاحظين حيقوم برسم الشكل، ضغط له 360 فهو حيقوم بعملية رسم الشكل. ولكن لاحظوا هون عندي انا هو انا ما قمت بعملية كسر الحواف. طبعا عملية كسر الحواف الموجودة عندي هي الفيلت مثل التمرين السابق، لازم انا استخدمها على الجسم او على رسم ثنائي البعد. طبعا في عملية كسر حواف للأجسام ثلاثية الأبعاد، ولكن هو تعطى بالفصل الثاني للطالب، يعني بإمكان الطالب كون احنا عم نشرح هذا التمرين وليس يمكن إعادة شرحه بعد خلينا نقول بالفصل الثاني أو بالأوامر، رح نكون عم نمشي حسب خطة درسية معينة للطالب، بس ولكن أنا بنوه للطالب إنه أنت خلال امتحان هذا التمرين إذا إجاك ضمن الامتحان الموجود عندك فبإمكانك أنت تتمم هذا الشكل ومن ثم تطبيق خيار الريفولف لثلاثي الأبعاد. رح نوه عليه أنا تنويه لثلاثي الأبعاد، هو موجود ضمن قائمة سوليد بعلامة تبويب هوم، موجود عندي أنا فيلت إيج وشنفر إيج لهنا الأجسام ثلاثية البعد، مثل ما ملاحظين كسر حافة ثلاثي البعد، فبالتالي الطالب فينه ينفذ أمر ريفولف ومن ثم يقوم بعملية كسر الحواف ثلاثي الأبعاد، ولكن غير مطالب فيها ضمن الفصل الأول. هالمعلومة غير مطالب فيها الفصل الأول كرسم، وإنما لما بدي يقوم بعملية كسر الحواف مثل ما ملاحظين هو ضمن الشكل عندي أنا الحواف الداخلية والخارجية من الأعلى والأسفل هي كلها R 3، فبالتالي راح أقوم بعملية الفيلت. طبعا أخذنا الفيلت بين اختيار نصف القطر R Enter، عندنا 3 انتر، حيطلب مني انا تحديد العناصر، بقول له الخط الاول هاد وهاد. طبعا لاحظوا هلا هون خيار الانتر، انتر انتقل لي ل نفس الامر بين الخيار هاد وهاد، ايضا انتر ما في داعي استخدم انا الامر نفسه بين هاد وهاد، ايضا انتر بين هذا الخط وهذا الخط، يكون عمل لي عمليه كسر الحواف الموجوده عندي مثل ما ملاحظين. هلا بستخدم امر ريفولف، انا هختار الشكل انتر، ومن ثم النقطة الاولى من محور الدوران والنقطة الثانية، لاحظوا قام بعملية تدوير الشكل مع الحواف مكسورة جاهزة، كتابة 360 انا بدي انا الشكل كاملا انتر، فبقوم بعملية رسم البكرة الموجودة عندي ايضا وهو رسم صحيح، ما في داعي للطالب يدور الشكل، بإمكانه يدوره بالفصل الثاني مثل ما ذكرنا بدروسنا السابقة، وإنما إذا أنجز الرسم هون بالفصل الأول الموجود عندي فهو رسم صحيح 100%. بالتالي بنكون إحنا أنهينا تمريننا لليوم، التمرين الاختباري الخامس. أعزائي الطلاب، أعزائي المشاهدين، أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قدمته لكم في الدرس الخامس، درسنا من سلسلة الدروس التعليمية.